إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مالا من صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله إله أيام هذه الله سوي أقول هذا إن الكليب كان دوبه وأن غير سيو ولا له محسنين تاء قير كجعل أهل قير كأه وجيت كي يقولوا حوي هاي أنا أقول هذا الله جماعة أهل الدين أهل قير أهل محاضرة أهل الصبع أو كوبن طبعا أفكار أنا أقول هذا الله أيام حن جعل استي إن ولا له محسنين تأهل كان عن كليب أقدره أنا وشيء جايو إن عن نهاية جماعة صبع لي أح أو أنت بدن صبع أقرصه سيدو كله أنت بدن محاضرين جيدسه مع ذلك مروا اللي بقوا باهنا إن صبع دوبنه أما محن كورا هذا عن محاضرة ديارنه أنت بدن محن استعمالنا كاميرا ده صار لك عن كإيجارنه أنت بدن ضدك خير كأيوه جعل إن عن قرصين جعل أي هذا نوع حد عضه إن أنا أبودي وينه لعكتي كاميرا ده أنكو إيجارة نيني. مركز صدر تاد أنا كهاد لينه ما جع علم هذا ما جع الدين ته أيام واحد جعل سنة إن أول عليه المسلمين تاه باهدين أنا أشجعنه إسلام مركز أنا أجير سينه إن أنا أباهن نهاي إن لو تأكلايو فافين تزدين ته إن قربنا لو سيو صدر تاد وحن أباهن نهاي ولا عليه المحسنين تاه ما دام إن بدن aan qaar ka soo jeedino mac dalikana ay dhacdo in qarash dare ay naqabato oo kaamaradi aan ijaare wayno waxaan jecleysan inaan walaalaheen u sheegano inaan u baahanahay kaamirad aan isaga duubno qeyrkaas iyo sidoo kale computer oo aan ku habaysan wixii kaamaradaas aan macnaha ku duubno in laga taakuleeyo oo na lagu caabiyo si anagana diinta aan u faafino cid waliba oo arrinka ka qayb qaadatana insha Allahu ta'ala waxaa Allah subhanahu wa ta'ala u diineyna in Ilaahay muraadkeeda sahlo cid waliba wax baxsanaysana waxa waaye rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wa salaam qof waliba wuxuu maanta baxsado biri ayuu helaya qofkana waxa la raamay markuu wax baxsanaayo inuu wax baxsado isagoo aan ka lahayn shukrin iyo mahadcelin toob asoo aan kaga baahnin qofka ibn aadanka inuu wax u qabto marka insha Allahu ta'ala intaas ayaan arinkay ku soo koobaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh